أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع عامر سالم كرامة من اليمن حضرموت يقول في سؤاله الأول: كنا في العام الماضي في السنة الأخيرة من الثانوية العامة، فحصل جدال مع بعض الإخوة أنه إذا وفقني الله تعالى في امتحانات الشهادة سوف أعمل لهم وجبة غداء مع بعض أصدقائي وأهلي، وأذبح لهم رأسا من الغنم، وقد نذرت بذلك وعندي الاستطاعة على الوفاء به، فهل يشترط حضور هؤلاء الإخوة مع العلم أننا قد افترقنا وبعدت المسافة بيننا؟ وهل يجوز لي أن ألقيها لأهلي فقط أم ماذا أفعل؟ وهل يشترط عدد كبير؟ وهل هناك عدد محدد يكون به الوفاء؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. هذا النذر من النذر المباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين، هذا من النذر المباح وليس هو من النذر الواجب، لأن إطعامك لزملائك وهم أغنياء هذا من المباح وليس. أما لو قلت هذه الذبيحة للفقراء نذر علي إن نجحت أني أذبحها وأتصدق بلحمها للفقراء، هذا نذر واجب لا بد من الوفاء به مع القدرة. وأما إذا كان الذين نذرت لهم من الأغنياء ومن الأصحاب فهذا من نذر المباح، إن شئت أن تفعله فلا بأس، وإن شئت أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم.